احنا كنا دلوقتي ما قبل الجواز صح؟ طب بعد الجواز بقى هل تقول له كل حاجه ولا ما تقولوش كل حاجه؟ انا اظن بقى ان برضه هنا يبقى ان للمراه، انا بقى هنا بتكلم كمتخصص وليس وجهه نظري يعني. علميا المفترض ان المراه ليها عالم خاص بيها والرجل ليه عالم خاص بيه. العالم بتاعك انت ايه بقى؟ اصحابك واصدقائك واهلك وجيرانك والسوشيال ميديا و ده عالم خاص بيكي، والرجل ليه عالم خاص بيه، هو ليه عالم خاص بيه وانت ليك عالم خاص بيه. انا وانت الزوجين بنتلاقى في عالم مشترك. اول ما نخش العالم المشترك ده خلاص بقى محدش بيدخل العالم بتاعنا ده، لا في سوشيال ميديا ولا في اصحاب ولا في عالمنا المشترك. طيب العالم الخاص بتاعي ينفع يكون فيه حاجات ما تعرفهاش؟ ايوه ينفع طبعا. بابا النهارده ضرب ماما في البيت، ما تروحيش تقولي لجوزك ان بابا ضرب ماما، لان هو غصب عنه ممكن يطلع مش سوي احيانا، فلما تختلف يقول لك ما طول عمر امك بتتخانق، ما انت عندك مامتك بتنضرب، ما انت اخوكي اتمسك في امبارح في مش عارف هتعمل في ايه. فاذا طب صاحبتك يعني، واحد مره بعت لي على الصفحه عندي يعني بيقول لي مثلا ايه، مراتي بسكتها في مره فبقول لها افتحي لي الموبايل، فقلت له مش هفتح لك الموبايل. قال لها دي الباسورد، قلت له مش هديك الباسورد. قال لها ما انت مراتي ازاي؟ انا ايش ضمنك ما تعملش مصيبه؟ مش من حقك، مش من حقك. قلت له ايه؟ قلت له يا اخي بافتراض جدلي ان انت ومراتك مؤتمنين على بعض ومن حقك تعرف عنها كل حاجه كويس جدا جدا، مش وارد تكون واحده صاحبتها بعت لها حاجه خاصه بيها هي وجوزها، مش وارد تكون بعت صوره ليها خاصه بتقول لها بصي بلبس في البيت لبس البيت وايه رايك فيه؟ صحيح. فانت ليه تكشف اسرار اصحاب مراتك؟ فانت بالتالي النهارده انت مش من حقك تدخل هذا العالم الخاص. انت في العالم اللي انت وهي فيه خليكم على وقت. الموضوع ده هيبوظ علاقتهم وهيتسبب في مشكله كبيره. الموضوع انه يعرف ولا ما يعرفش؟ افتحي الموبايل. لا 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 يعرف. انا عايز اقول لك على حاجه. طب استاذ مصطفى قبل ما تسال السؤال، حضرتك معاك باسورد مراتك؟ لا خالص. لا خالص. ولا عمرك فكرت تطلبه؟ لا خالص. ولا جت في بالك الفكره؟ لا خالص. اي شخص متحضر لازم يعمل كده. بس عايز اقول لك يعني اقول لها في باسورد بتاعي؟ كتير جدا من الرجاله نسبه كبيره جدا لا بيبقى معاه الباسورد ولو غيرته بيطلبه. لا انت عايز اقول لك، عايز اقول لك على حاجه. انا كنت جايب لمراتي انا اللي جايب الموبايل وعملت الابلكيشن بتاعته وحاجاته ومش عارف ايه والبصمه بتاعت الموبايل بتاعتي علشان بفتح واعمل الابلكيشن وظبطت لها الدنيا وعملت لها شغل التكنولوجيا ده الطبيعي يعني تمام. هي عملت البصمه بتاعتها وخلاص والموضوع. لا عمري حتى فكرت لما اكون محتاج ان انا اعمل لها ابديت لحاجه ولا اقول لها على حاجه تعملها مثلا ولا افتح لها ابلكيشن ولا حاجه افتحي لي الموبايل. طيب. ولا عمري مثلا. بس خلي بالك بقى في استثناء، علشان احنا بس ان هو يكون في شبهه حصلت يعني شبهة؟ النهارده في ازمه يعني ايه؟ حصل مثلا النهارده فجاه لقيت ارقام غريبه بتتصل بيها وابتديت اشك وابتديت اقلق. لا النهارده بقى بقول لها معلش اعملي استثناء وافتحي له المره دي الموبايل عشان هو قلق. ما انت عملت تصرفات مريبه. فاهم فكره؟ جوزي كل شويه خد موبايلي. هو عايزين نطمن الراجل خد الموبايل وقعد بيه في الحمام جوه مش عايز يدخل مش عايز وبعد كده بيغير اشرب يا معلم انت. طيب غلطت علشان بقى. علشان نطلع بقى بره النقطه دي لان دي مش موضوع اصلا فقرتنا كله يعني. أيوة. احنا اساسا جايبينكم علشان تردوا على كل الاسئله اللي احنا بنقولها قلناها طول الاسبوع. فعايز اسالكم بقى سؤال تاني. هل بقى الراجل على ما تعودي يعني المثل اللي الست بيقول الست زي ما بتعود جوزها بيتعود جوزك على ما تعودي وابنك على ما تربي فعلا بيتستم يعني ولا ما يتستمش؟ طب بص انا عشان هو متحيز بضرب عشان هو هيقول كلمه العلم بس هو فعليا بقى هو ده طبيعي ده حقيقي. انا كنت لسه قبل الهوا بقى بحكي مع الاستاذ اياد بقول له يعني احنا اصلا مجتمع انثوي احنا مجتمع بيقدس الست طول عمره اول لا بس احنا مجتمع ذكوري معلش ثانيه بس دقيقه واحده نرجع هتخرجوا بره السؤال. لا ثانيه بس دقيقه واحده قولي اسمعيني احنا مجتمع اللي خلق فكره الالهه الانثى ايزيس اللي هي ده زمان ايام الفراعنه ثانيه بس في كب وحصلت لنا هم مش فراعنه هم مصريين قدماء بقينا مجتمع ذكوري تمام هم اسمهمش فراعنه هم اسمهم المصريين القدماء تمام بس هو لا خالص بالمناسبه احنا مجتمع انثوي في قلب الصعيد احنا لسه كنا لسه بنطرح الامثله دي قبل الهوا على طول انه حتى في وسط العائلات الثقيله جدا المتشدده جدا اللي هي زي ما بيقولوا الشنب ويقف عليه الصقر الكبيرة موجودة ده بيطلع في الأفلام الكوميدية بس فعليا الكبيرة موجودة. الأستاذ خير شلبي عنده روايته العظيمة الوتد تمام فاطمة تعلبة ما هو ده في كفر الشيخ احنا طول الوقت بالمناسبة مجتمع ذكوري مجتمع أنثوي ما بقيناش ما تحولناش للمجتمع الذكوري ده إلا من ساعة ما
التشدد والتطرف والسلفية دخلت المجتمع المصري والوهابية، فحولت المجتمع المصري من انه في راجل وست الى راجل وعورة. تعودوا بقى تعودوا ست كلها عورة. عايز اقول مقوله الكبيره، لحظه، الكبيره دي اللي حضرتك قلت عليها المجتمع الانثوي هي اللي بتحث ابنها ان هو مراته ما تبقاش كبيره، هي اللي بتحث ان هو يكسرها، هي اللي بتحث. لا 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 لا، عايز بس اقول لك حاجه كبيره اذا بنتكلم على الشخصيه دي. عايز اقول لك على حاجه، وان هي تبقى تابعه ليه. لا خالص، هو وهي بيتعاملوا نفس المعامله، لانه ده لا ده ده تربيه البيوت القديمه كلها. وفي الاخر هي بالمناسبه هي اللي بتتحول، الست دي اللي انت بتقول عليها ما بتتكسر، لا هي اللي بتتحول بعد كده للكبيره. ما بسبب اللي شافته. لا خالص. انت رايك فعلا ان الراجل على ما تعودي، جوزك على ما تعودي؟ بصي، هو الراجل بيتربى مرتين في حياته. امه بتربيه الاول، بعد كده مراته بتكمل تربيته. يعني ما طبعا طبعا يا فندم، انا شخصيا لما جيت مثلا دخلت بيتي واتجوزت اساسا، يعني اول حاجه عملتها مثلا ان انا بلبس هدومي واروح راميها واروح خارج، ما انا متعود على كده، في ماما ورايا بتروح لما وبتاع. فهي لو الزوجه النهارده ما جاتش وراحت قالت ايه، بس طبعا تتكلم بشكل لائق طبعا، لان هي لازم تفهم ان ده هو جاي لها كده. هو راجل مظلوم، خلي بالك، يعني هو قلع الشراب ورماه في الارض، ده عشان ماما اتعودت تشيل له كل حاجه. واجري وروح اعملي لي اكل، وقعد طول الليل بشايد في الموبايل وهي بتقول لي يا شقي وبتديني كوبايه العصير. لازم افهم بقى ان الدنيا اتغيرت، وان في واحده جايه تربيني من جديد.